لا يؤمنوا أحدكم
حتى يهم الأخير ما يحب لنفسي. فأنا أحب زي أنا أهم أنت نخش الجنة عشان أنا عايز أخش الجنة. طب أنت مش عايز أخش النار صح؟ عشان النار مع كفار ومع شيطان وهم هيحرق في النار ومخ تاني هيكون مؤلم وبعد النار هيحرق جلده هيجيب جلد تاني وحرق تاني. أنا مش عايز كده وأنت مش عايز كده فلازم تسلم. أنا بشوف بعض الشباب أن وقت الصلاة مش بيصلي فأنا عايز أنتم هوش الجنة فبنفلي وهي في كورة وصلي عشان أخش الجنة عشان ربنا يحبك. لو تحب ربنا هيحط كرة على الجيم وهيصلي عشان الله أكبر من الكورة صح؟ الله أكبر من كل شيء. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر من كل شيء. أنا أحب ربنا وأنا أحبك أيضا. فبعد كده أنا هعمل كذا برامج وهتكلم على ربنا وتكلم على صلاة وتكلم على نبينا ماشي؟ فأنت تحبني صح؟ فأنا عايز كلكم بكل أصدقائي ماشي؟ فأنا عايز كلكم بكل أصدقائي ماشي؟ إنما أنت مش مسلم أنا عايز أنت تكون مسلم عشان مسلم مش إرهابي. مسلم أحسن ناس على وجه الأرض عشان مسلم هو بيتسمى كلام ربنا. لو هو مسلم فعلا حقيقي بيتسمى كلام ربنا بيعمل عمل صالح وبيصوم ويعمل صدقة ويعمل زكاة يدفع زكاة ويصلي ويعمل كل حاجة كويس ومش بيعمل أي حاجة وحش عشان هو مسلم ومؤمن وعايز يخش الجنة. فأنا مبسوط أنا أعرفك وأنا مبسوط أنت تعرفني. فدي أول برنامج من كذا برنامج وبعده هشوف أخي طيب أخي كويس وهو برضه مسلم. أنا مسلمة وهو مسلم. فأنت تحبه زي أنت تحبني وأنا أحبه برضه أنا أحبه أيضا ماشي؟ فشوفني تاني بعدين ماشي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماشي؟ وإحنا هنلعب بعض وإحنا هنغني مع بعض ونعمل حاجات حلال مش حاجات وحشة ماشي؟ أنا أحب ربنا وأنا أحب ربنا وأنا أحب ربنا وأنا أحب ديننا وأنا أحب نبينا وأنا أحب كل حاجة دي عشان نخش الجنة. السلام عليكم.